موجز أخبار الاقتصاد والمال، أهلا بكم. قال اقتصاديون إن العراق يعاني من نقص حاد في الإنتاج الزراعي، وبحسب الخبراء فإن الأزمة تكمن بالتزام العراق بشروط صندوق النقد الدولي الذي حول العراق إلى دولة استهلاكية بصورة كاملة في ظل غياب كامل لتشريعات تخدم المزارع وتدعمه. ويرى المختصون أن الحكومة ليس لديها استراتيجية واضحة لدعم الإنتاج الزراعي، ثم ليس لديها خطة لتشجيع الإنتاج ودعم المزارعين من الكهرباء والماء والسماد والمواد الكيميائية وإيجاد حلول لمشاكل المياه. كانت نتائج المؤشر العالمي للجوع قد صنفت العراق في المرتبة 85 على مستوى العالم، ذلك وفقاً لبيانات تم تجميعها من قبل المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية لعام 2021. قال مزارعون في القادسية إن محصول الحنطة في المحافظة تراجع هذا العام إلى النصف بسبب الجفاف ونقص المياه. أكد المزارعون أنهم ينظرون بخشية وقلق إلى حقول الحنطة في وسط العراق، مؤكدين انعدام الدعم الحكومي للقطاع الزراعي ولا سيما مع ارتفاع تكاليف الإنتاج من زيادة أسعار الوقود والبذور والأسمدة التي ألقت بظلالها على هذا القطاع. يأتي هذا مع إعلان الحكومة الحالية تقليص الخطة الزراعية إلى النصف بسبب قطع إيران للمياه عن العراق. حققت إيرادات العراق خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2022 أكثر من 38 مليار دولار، مدعومة بصعود أسعار النفط متأثراً بالأزمة الأوكرانية. وبحسب شركة تسويق النفط سومو، فإن إيرادات العراق النفطية بلغت 38 ملياراً و594 مليون دولار، مرتفعة بنسبة 82.8% مقارنة بإيرادات نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 21 ملياراً و113 مليون دولار، ومرتفعة بنسبة أكثر من 149%. بيّنت الشركة أن معدل سعر برميل النفط الواحد خلال أربعة أشهر الأولى من العام الحالي بلغت 97 دولارا وثمانية سنتات للبرميل الواحد، مقارنة بسعر الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي الذي بلغت 60 دولارا للبرميل. هوت العملة المشفرة بيتكوين إلى أدنى مستوى لها منذ تموز من عام 2021 بالتوازي مع نزول أو هبوط أسواق الأسهم الأمريكية. وتراجعت العملة المشفرة الأكثر انتشاراً في العالم إلى 30,331 دولار بنسبة 19% منذ بداية أيار الماضي، وأكثر من 26% منذ بداية العام الحالي. وخسرت بيتكوين أكثر من 50% من قيمتها منذ أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 69,000 دولار في تشرين الثاني من العام الماضي. ويأتي التراجع في قيمة العملة الرقمية الأكثر انتشاراً إلى القرارات القوية التي اتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي الأمريكي وتشديده السياسة النقدية. هذه انتقالة إلى أسعار العملات والمعادن. ختام الموجز الاقتصادي، إلى اللقاء.